معي عبر الهاتف المهندس خالد غريب، الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك مهندس خالد. يعني بعد مرور أسبوع على عودة الطلاب إلى المدارس، هل الجهود التي بذلتها الوزارة للصيانة خلال العطلة الصيفية كانت كافية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام أنتم بخير جميعا. وأنت بخير. طبعا بداية أنا أود أن أشير أو أن أوضح جانب مهم جدا، هو ما هي أهداف الوزارة من كل هذه الجهود. نحن نعمل لتحقيق 5 أهداف رئيسية أخي العزيز. أولا التأكد من جاهزية كافة المدارس لاستقبال طلبة وطالبات البحرين، وهذا ما يبينه تقريركم الدقيق. ثانيا التأكد من خلو المنشآت التعليمية وملحقاتها من أي عيوب أو مشاكل قد تعرض سلامة الطلبة والطالبات للخطر. يعني هناك قضايا لها علاقة بالأمن والسلامة يجب أن تفحص من قبل الفرق المختصة. ثالثا معالجة المشاكل الفنية التي طرأت خلال العام الدراسي المنفرد والمبرمجة للمعالجة خلال فترة الصيف. طبعا ما يخفى عليكم بأن احنا عندنا مدارس قديمة ويتجاوز عددها 67 مدرسة وتعاني من مشاكل، وبالتالي أغلب الأعمال الإنشائية تتم خلال فترة الصيف طبعا لأن هي فترة الطلبة غير موجودين، فممكن أن نعمل بمنتهى الحرية. الهدف الرابع طبعا هو توفير وتهيئة كافة التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية وعلى رأسهم طبعا الأدراج والكراسي. وخامسا وموضوع جدا مهم هو توفير الكتب الدراسية لكافة المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول. طبعا كيف يتم تحقيق هذه الأهداف؟ يعني يجب أن أوضح بأن عملية تجهيز تهيئة المدارس هي عملية مشتركة من 4 أطراف رئيسية. أولا إدارات الوزارة مختلف تخصصاتها. بالوزارة هناك لجنة عليا، لجنة بدء العام الدراسي، فيها الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء، ومن خلال الفرق الميدانية المشتركة تقوم عملية التنفيذ. طبعا احنا عندنا شركة استراتيجية هي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نفس ما أسلفتم في تقريركم الكريم. طيب مهندس خالد، هل كانت التغذية الراجعة العائدة إليكم بعد مرور أسبوع على عودة الطلاب إلى المدارس مطمئنة وكافية بأن ما تم اتخاذه من إجراءات للصيانة خلال فترة الصيف كانت كافية، كانت جيدة؟ يعني جدا جيدة، وأنا أعطيك مثال بسيط. يعني إحنا يعني تسلمنا خلال أسبوع واحد تقريبا ما يزيد عن 100 بلاغ بخصوص المكيفات، ولكن بعد ما رحنا وفحصنا وجدنا فقط 15 مكيف الذي كان يحتاج لأن يعالج. طبعا هذا من إيش؟ من عدد يفوق 35 إلى 40 ألف مكيف يعني. فأنا أعتقد هذه طبعا الإجابة على سؤالك أخي الكريم، نعم مطمئنة وممتازة جدا ولله الحمد. شكرا جزيلا لك المهندس خالد غريب، الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم.